فهذه الآية من سورة الأنعام سبب نزولها أن يهود أهل المدينة لما جاءوا إلى مكة قالوا للمشركين: تعالوا نلهمكم حجة تجادلون بها محمدا، إنه حرم أكل الميتات وأباح ما ذبحه هو، والميتات في زعم اليهود أن الله ذبحها بشمشار أو شمشير من ذهب. شمشار هو المنشار، يسمى الشمشار والمنشار ويسمى الشمشير أيضا، بشمشير من ذهب، فحرم عليكم ما ذبح الله بشمشير من ذهب وأحل لكم ما ذبحه بيده. فجاءوا ليجادلوه بذلك، فسبقتهم سورة الأنعام وقد نزلت دفعة واحدة. وفيها يقول الله تعالى: وإن الشياطين، وهم اليهود هنا هم شياطين الإنس، إن الشياطين هذا من أسماء اليهود الشياطين، فهم شياطين. إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم وهم المشركون، فهم أولياء الشياطين، ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فلذلك كان نزول القرآن بالتدريج ردًا على ما يأتون به من الشبهات وما يعرضونه من الأسئلة، كلما سألوا سؤالًا وجدوا جواب قد سبقهم به جبريل. فلذلك قال: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فلذلك كان يعالج من التنزيل شدة،